كثير منكم قاعد يسألني بالفترة الأخيرة أحمد ردد، أحمد ترك ساحب على أخبار ردد ريدمشن، ما في أي معلومات عنها، إيش اللي ساير، روكستار فينها، إيش بك أنت ما عاد تتكلم ولا حتى تقول لنا إيش تتمنى أو إيش تتخيل إنك تبغى تشوف فيها، فبالتالي هذا المقطع حيكون موجه لك عزيزي مجنون ردد ريدمشن. سلام، كيف حالكم؟ شاركم طيبين ومبسوطين. موضوع او كذا موضوع صراحة مهم لازم تعرفوه قبل لا نبدأ في موضوع لعبة Red Dead Redemption والاشياء اللي نتمنى نشوفها واخر اخبارها. طبعا في اللحظة اللي تتفرجوا في المقطع حكون في الغالب مسافر لدبي على اساس بحضر معرض كوميكون عشان نغطي لعبة Detroit الحصرية للبلايستيشن 4 اللي حتنزل خلال الايام الجاية. حشارككم تفاصيل اكثر، فاللي عنده اسئلة وعنده اي شيء ممكن يسألنا تحت في قسم التعليقات. تنبيه مهم، مقطع يوم الاحد حيتأجل ليوم الاثنين، البودكاست حيتأجل للاسبوع الجاي لانه ما في وقت للامانة اغلق هذا كله، فاتمنى تصبروا علي. انا عارف اني زودتها بس صراحة غصبا عني. الشيء الثاني، وقت ما بتتفرج برضو المقطع هذا حيكون قبلها في الغالب في الليل، صارت حادثة توقع عندهم صباح. المهم في مكتب اليوتيوب الرئيسي صار عندهم طلق نار وخبصة للأمانة، فإن شاء الله بحاول إنه أغطي لكم الموضوع ذا بس حيكون في الغالب في الموقع نتكلم عنه بعدين. بس كل اللي أقول كان الله في عونهم، لأنه من جد ما بين فترة وفترة في أمريكا وشو طالع واحد يطلق على الناس. اللي أنا أعرفه بنت طلقت على واحد وكذا، واحد من حق اليوتيوب موظفين راحوا فيها. فصراحة اليوتيوب ما نبغى ننكر يعني بعد الله له الفضل الكثير علي وعلى كثير من الشباب، فالله يعينهم. حاليا وقبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة، نشر المقطع إذا عجبكم، اللايك والديسلايك بيعبر رأيك، وفي النهاية خلونا نبدأ. آخر أخبار لعبة Red Dead Redemption للأمانة، يعني من كثر ما الواحد عشم نفسه في اللعبة إنه يسمع أخبار عنها في اليومين هذه صار متردد إنه يقول أو ما يقول. آخرها كان من موقع أو الشخص المسؤول عن موقع Game Informer قال إنه في خبر جدا مهم حينزل على يوم الثلاثاء. لو بتتفرج المقطع بيكون يوم ربوع في الغالب، وغردت أنا حتى في حسابي في تويتر قلت للشباب ترى في شيء حيصير اليوم ما أدري شو، بس العالم كله كانوا مهتمين بتغريدة اللي هو الشخص المؤسس لموقع Game Informer. وفعلا جاء الإعلان وقلت للشباب لا حد يعشم نفسه، احتمال في إعلان قوي بس ما أدري حق إيش، وفعلا طلع الإعلان للعبة سبايدر مان. فأتوقع اليوم حتتفرجوا في المقطع يكون في الغالب عرفنا موعد صدور لعبة سبايدر مان الحصرية الجديدة على جهاز البلايستيشن 4 واخيرا. ما ادري هي السنه دي السنه الجايه، بس في الغالب اتوقع حتكون السنه دي في وقت ما. قبلها طلع كلام برضو من موقع او خلينا نقول منتديات جي تي اي 4 انه احتمال نسمع اخبار عن لعبه Red Dead Redemption كان في يوم 27. طبعا انا اكره تحديد المواعيد بس في ناس كانوا متكهنين اليوم 27 مارش حنسمع شيء. حاليا دخلنا تقريبا اليوم 4 ما سمعنا اي شيء عن روكستار. اليوم تاخروا حتى في طرح الابديت الجديد للعبه جي تي اي، يمكن ما نزلوه الا على 6 المغرب والتحديث نازل تقريبا من الظهر، وعالم نزلته في اليوتيوب هم غردوا لسه ونزلوه في موقعهم على 6 المغرب بتوقيت مكه. فوقت انا قاعد انتظرهم واقول ايش بهم تاخروا ليكم في اعلان شيء عن لعبه Red Dead، لانه اليوم ثلاث كان لكن ما صار اي شيء. فما ادري ممكن انتم تتفرجوا اليوم الثاني الخميس يكون في شيء من لعبة Red Dead اعلان او مقاطع او شيء. اللي بيخلينا انه بنتكلم على انه ممكن نسمع منهم شيء لانهم هم اللي قالوا، مو احنا اللي قلنا، هم اللي قالوا خلال الاسابيع الجايه حتاخذوا معلومات جديده او حتعرفوا اشياء كثير عن لعبة Red Dead. على العموم مساله وقت وحيبان كل شيء. هذا بالنسبه للاخبار لعبة Red Dead بشكل عام. نجي دحين للامنيات اللي بعضكم شاركني اياها في تويتر من فتره طويله للامانه، يمكن قبل ما انقل حتى، فخلينا ناخذ ابرزها. طبعا كلنا متفقين وكلنا بنتخيل انه ممكن لعبه Red Dead Redemption تنزل باللغه العربيه. للامانه مع الاشياء الكثير قاعده تتغير عندنا سواء سياسيا او انظمه عندنا بتكلم عننا احنا في السعوديه، ما نستبعد الموضوع هذا مع الرؤيه المختلفه عن موضوع زمان، يعني بعيد عن موضوع السياسه والدين، بس بقصد انه التغيرات الجديده اللي قاعده تصير ممكن تخلي هذا الموضوع متاح. لكن هل في وقت اصلا لتعريب اللعبه؟ للامانه ما اعتقد في وقت للتعريب حتى لو قدرنا نوصل للشركه، لانه يعني خلاص ما عاد بقي شيء على اللعبه. تقريبا احنا شهر 4 بقى اللعبه حدود الست اشهر، ما اتوقع في ست اشهر بيسووا لك تعريب وبيظبطوا يعني خاصه انه روكستار ما عنده خبره في الموضوع هذا فيحتاجوا اكيد موظفين، ويعني الممنع حوسه. ما اتوقع انه الموضوع بهذه السهوله، وما ادري اصلا اذا كانت بتنزل او لا. انا قلت انه ممكن ما نعرف، بس في الغالب يعني الكل متاكد انها حتكون ممنوعه.
وزي ما صار في فار كراي يعني استغربت برضو اليوم قالوا انها تم الفسح ما ادري الموضوع هذا كمان يبغى له جلسه ثانيه. فعلى العموم موضوع التعريب احس انه موضوع صعب الا اذا روك ستار حست انه في ممكن قوه شرائيه من الشرق الاوسط فبالتالي ممكن تقارن وتشوف وتحقق وتدقق وبعد كذا تقول اوكي انا حسوي من نفسي خذه. لكن الموضوع انه ممكن نحصل بزنس مان او رجل اعمال عربي او المهم انه مهتم بالمنطقه ويعرب وبعد كذا تمنع ما اتوقع في شخص حيدفع مبالغ وخاصه لعبه ريد ديد ريدمشن الناس حتشتريها يعني لو نزلت نسخه عربيه وتمنعت الناس ما راح تنتظرك. فاستبعد موضوع التعريب ما ابغى احطمكم بس بحاول بسوي كم كذا اتصال ونشوف كم واحد من الناس المسؤولين ونقول ان شاء الله خير وحخليكم دائما على ابديت. موضوع الباتل رويال والشيء اللي يضحك انه التسريبات الاخيره تكلمنا على انها جات من موقع ذا نو وقالوا فيه انه في لعبه باتل رويال في تفاصيل ثانيه ما راح يقدروا يشاركونا الين وقت معين. فكره الباتل رويال لو نلاحظ انها نجحت مع خلينا نقول فورتنايت قبلها مع ببجي هي اللعبه اللي نجحت مره بشكل كاسح. انا ما بتكلم على انه في العاب نجح معاه قبل كذا بس هذول مره نجحوا بشكل تحس انه تعدوا الحدود. فاتوقع انه الشركات الكبيره الى الان ما حد نافسهم في فكره الباتل رويال. ما نستبعد انه الشركات في المستقبل بتدخل الموضوع هذا لكن هل روكستار حتدخل الباتل رويال برضو منطقيا ممكن ليش لا لانه في النهاية صراحة عجبني كلام محلل بيقول انه في الغالب فورتنايت لعبة حتختفي في وقت ما تطلع لعبة كول اوف ديوتي وردد اللي حتكون في اكتوبر والسبب انه اللعبتين هذه لهم ارث يعني لهم تاريخ طويل في عالم الجيمز والناس بتحب الالعاب ذي فشيء طبيعي انه بالاسم بيبيعوا بيكسروا الارقام في وقتها عكس لعبه فورتنايت اللي انبنت الباتل رويال بالضبط. يعني لو في لعبه بتوفر الباتل رويال بشكل افضل من فورتنايت حينسحب على اللعبه في الغالب عكس لعبه ريدد اللي حتى لو نافسوها شركات كثير ما راح في الغالب انه يعني بسهوله تقدر تهزم لعبه زي كذا بطور واحد زي الباتل رويال. ففكره ان روكستار تحط الباتل رويال ما نستبعدها. في النهايه الموضوع بزنس ممكن يحطوه بطريقه ما مختلفه له اسم معين وتنجح اللعبة. فتخيلوا انه باتل رويال يكون موجود في لعبة ريد ديد صراحة بيخلينا برضو نتساءل على موضوع الهاك والأسف اللي صغار في العقل خلينا نقول ما بقول في السن ولا شيء اقول صغار في العقل ما يعرف يلعبون في الغالب بيعتمدوا على الهاك بيعتمدوا على اشياء تخبيصية هل حتناسبهم اللعبة ولا ما ادري في اللعبة لو اقدر. الهاكرز للأمانة من الاشياء اللي اتمنى روكستار ما تعيد اغلاط لعبة جي تي اي وصراحة يعني اعذروني اصحاب البي سي بس اتوقع انه من الاسباب الرئيسية في خراب لعبة جي تي على اجهزة الكونسول ملاك البي سي والهاكات اللي قاعدين يسووها على البي سي ونقلوه على الجيل القديم ومن الجيل القديم ناس نقلته على الجيل الجديد والدليل انه قبل فترة صارت مشاكل في لعبة جي تي تقفلت حسابات كثير من ملاك اللعبة على البي سي والسبب موضوع الهاكرز. فاتمنى انه اللعبة هذه يعني هي الحالة ما يفكر ينزلها ولأنه في كلام طالع انه دان هاوسر متضايق من لاعبين البي سي والمودات اللي بدأت تاخذ منحنى انها صارت افضل من القصة رغم انه في عدد كبير مو فاهم القصة. ففعليا دان هاوسر وقصته كانوا نقول له بالله اشرب مويه على قولتهم فالموضوع ضايقوا على كلام منتشر. فاتوقع انه لعبة ريدد ما راح تنزل على البي سي فبالتالي ما راح نشوف هاك وجلتشات. ممكن تكون في جلتش او ممكن يكون في بق في اللعبة بيسوي ثغرة معينة بس مو زي لما يكون في اصحاب بي سي بيقدروا يتدخلوا في اللعبة او بيهكروا جهاز البي اس 4 فبالتالي ممكن يحطوا اشياء زي ما صار في بلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360. اتمنى انها وصلت الفكرة. الزومبي اكيد اغلبكم عارف ان لعبة ريد ديد ريدمشن فيها الزومبي وقصتها منفصلة واضح ان القصة لها تكملة اللي ختم لعبة ريد ديد طور الزومبي او النايت مير. لكن للاسف ما كان في اللعبة انك في امكانية تلعب مع اصحابك كاونلاين او مالتي بلاير او كو اب المهم تعاون ما كانت هذه الفكرة موجودة. لكن مع هذا ناس عندهم الاضافة ناس ما عندهم الاضافة رغم انه هي نفس الخريطة بس اللهم التيم ديث ماتش بفلوس بنفس المكان شايفين الغباء كيف اللي ساير. لكن يقولوا انه ان شاء الله ريد ديد ريدمشن الجديده ما حيكون فيها الموضوع هذا وخبرتهم مع لعبه جي تي اي حيستفيدوا منها بشكل كبير. يعني حيكون في محتوى جامد مجاني في الغالب والمايكرو ترانزكشن حيكون له علاقه بس باللبس وما اللبس. نجي دحين لاراء بعض اللاعبين. سعد الدين فارتولو ان شاء الله نطقت اسمك صح. اتمنى ان نرى عمق في موضوع الصيد مثل ان تمسك بالحيوان وهو حي وتبيعه ان تربيه شراء وبيع الابقار والاغنام الاحصنه شراء منازل واراضي وتطويرها الاكل والشرب في اللعبه شراء الملابس وادوات المنزل الاختطاف وطلب الفديه.
عندنا برضو من رايد اعتقد فادو اذا ما خاب ظني او فدو. بالنسبه للتمني اتمنى تكون لي مزرعه اطورها وبيت مو خيمه في القصه والاونلاين، واقدر اهتم بالخيل والمواشي بحيث يجي هجوم من لاعبين اخرين ونحاول ندافع عن او تدافع عن مزرعتك. واتمنى انه اقدر اتواصل مع العصابه بعد تختيم اللعبه مثل جي تي اي في مايكل يقابل فرانك وتريفور وكذا. عندنا برضه من علي الصالحي بيقول اتمنى يخلون بيها لعبه بلياردو والعاب داخل اللعبه تقضي فيها اوقات اكثر، واتمنى يكون فيها خريطه كبيره جدا، واتمنى فيها المكسيك. صراحة أمنيات الشباب جدا جميلة ومنطقية إلى حد ما، وأتوقع أن روكستار أكيد أنه حضيف كل شيء افتقدناه في ردد القديمة أو حتى في جي تي اي الأخيرة، وبرضو اللي قاعد يصير في الكوميونتي أو في عالم الجيمينجز الباتل رويال وغيرها حيطلع المهم بخلطة معينة. ودائما روكستار بتعودنا أنه دائما في ألعابهم بيكونوا في نقطة تحول معينة بتغير نظرة مو بس خلينا نقول العالم، حتى الجيمرز والمطورين تتغير نظرتهم للألعاب، ودائما بياخذون الألعاب إلى مستوى أو ليفل جديد. فما أدري الأمانة كيف ردد حتطلع، خاصة أنه أول مشروع بيصير بدون ليزلي اللي دائما كان معاهم بيساعدهم بيطور. التريلر الأخير يعني خلينا نقول ما كان قد الطموح خاصة من ناحية الجرافيك، الصور كانت مقنعة إلى حد ما وبيدل على أنه في فرق شاسع بين الجرافيك والحصان بالتحديد. فننتظر، ما عاد بقي شيء خلينا نقول على E3 وعلى المعارض هذه اللي ما اتوقع صار روكستار حتشارك فيها، وفي الغالب ما ننتظر تصريحات من استديوهات روكستار زي ما تعودنا، وما شاء الله عليهم بيدخلوا الترند على طول لحالهم كذا مغردين. فبس هذا اللي كان عندي في هذا المقطع، اتمنى اني كفيت ووفيت، واتمنى ان تنشروا المقطع في كل مكان وتفاعلكم الحماسي يرجع في القناه اكثر واكثر من اول. كان معكم عبرو من قناه فيديو جيم فور عرب، سلام. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are